اللي ادت الى توقف تدفق المساعدات بالشكل اللي كان متفق عليه من قبل، هو عدم الثقه في استقلاليه بعض قرارات البنك المركزي، وان يجب معالجتها. هناك طرح من قبل الدول المانحه، عدد من الدول المانحه في خلال اليومين الماضيين، وايضا طرحت الحكومه اليمنيه، وطرح من قبل في اجتماعات مماثله، ان بعض المساعدات التي قدمت للبنك المركزي في صنعاء انها استخدمت او استولى عليها الحوثيون في صنعاء، وربما استخدموها في الاعمال العسكريه الجهود الحربي في دعم جهودهم لاستمرار الحرب ضد الحكومه الشرعيه.